رجعنا لكم تاني يا شباب بدرس جديد ان شاء الله يكون اقوى واحسن من اللي قبله. شرحنا الدرس اللي فات ازاي تحول اي PDF او اي رواية او اي كتاب او اي شروحات علمية PDF ازاي تحولها ابليكيشن على الموبايل تكسب من وراها فلوس، سواء هتبيعها او هتحط عليها اعلانات يعني هتخلي البرنامج ببلاش وتحط عليه اعلانات، او هتخليه من غير اعلانات وتبيعه بفلوس وهتنشره طبعا سواء ايفون او اندرويد. المهم ان انت عرفت تحول من PDF، من رواية، من ملف PDF عرفت تحوله ابليكيشن. ده كان الدرس اللي فات. ان شاء الله النهاردة درس اقوى من اللي فات. ان شاء الله هعلمك ازاي تعمل كتاب صوتي، او بمعنى اصح برنامج عبارة عن مكتبة مكتبة كتب صوتية، وديت يعني هي اللي ماشية دلوقتي، او بمعنى اصح ان من كتر ما الحياة سريعة وإيقاعها سريع، فالناس حابة تحط السماعات في ودانها، وبدل ما تقعد تقرا الكتاب 300-400 صفحة بتسمعه سواء هي سايقة، هي في الشغل، هي في وقت فراغها على البحر، بقت الدنيا ايه اسهل شوية. فالسماعات اللي طالعة جديد دي الوايرلس، فخلت الموضوع يعني الناس حابة القراية الايه، حابة الكتب الصوتية اكتر شوية. انا في ناس قالت لي كده، وفي ناس بتحب الكتب العادية طبعا والقراية العادية، وفي ناس بتحب الكتب الالكترونية، يعني هي اذواق. بس بما ان الترند دلوقتي مكتبة صوتية على الموبايل، فحابب ازاي اشرح لكم النهاردة بدرس بسيط جدا ان انت تعمل البرنامج دوت. انا هحط الرابط، انا هستخدم في الدرس دوت تقريبا 2 بلاجن، والاثنين بلاجن دول انا رفعتهم على جوجل، على جوجل اللي عندي درايف، وهحط الرابط اسفل الفيديو. تمام كده. احنا محتاجين عشان نبدا ونعمل الدرس ده صح برنامج يونيتي يكون عندنا، وننزل التو بلاجن دول او البلاجن ده اقول لكم عليه، يعني مش هقول لكم عليه وبس، لا ده انا هحطه لكم في الرابط اللي تحت الفيديو. تمام، يبقى انتوا كده مش محتاجين اي حاجه. نبدا ان شاء الله. اول حاجة هنعملها هندخل البلاجن. تمام، اول بلاجن عندي اللي هو الويب فيو. دخلنا البلاجن بتاع الويب فيو، بعد كده هندخل البلاجن اللي بعديه اللي هو ريكت، اسمه يو اي ريكت، هتشوفوا اسمه بالظبط يعني، وهقول لكم بيعمل ايه بالظبط. البلاجن اللي بعديه، تمام، البلاجن دوت انا هستخدمه في ازاي ان انا اعمل المنيو، المنيو بتاعت البرنامج اللي هي احط فيها الكتب باغلفتها، وازاي اقلب في المنيو دي، عايز الكتاب ده، عايز الكتاب ده، عايز الكتاب ده. فده الهوم سين، او المشهد الرئيسي في اول البرنامج اللي من خلاله بنختار الكتب اللي احنا عايزين نسمعها. فانا عشان كده دخلت البلاجن دوت، هيسهل عليا شويه، او هيخلي شكل البرنامج يعني زي ما انتوا هتشوفوا مع بعض دلوقتي، يعني هيخليه مودرن شويه او عصري، يعني هو انت بتقلب الكتب بشكل يعني عصري شويه. دخلنا البلاجن في البرنامج، هنبتدي بقى ايه نشرحه. ممكن الدرس ده يكون طويل شويه، بس صدقوني يا جماعه هتستفادوا، ويعني بدل ما تروح تشتري حاجه زي كده بفلوس كتير قوي، انا بديها لك ببلاش وبطريقه مبسطه وبسيطه، وغالبا انت مش هتلاقي الحاجه دي. يعني انا الموضوع ده انا اللي مخترعه، يعني انا اللي دورت على البلاجن دي، وانا اللي جبت دي من دي، وانا اللي يعني، لكن ما لقيتش حد شارح يعني او بيدي اسد فيها اوديو بوك جاهزه كده جاست ان انت ترفع بس وخلاص، لا هي ليها طريقه. طيب اول حاجه البلاجن اللي حطيناها اللي هي بتاعت المنيو، هنخش جوه المشهد ده، خليكم فاكرين اسمه جوه المشهد دوت، وانا اقول لكم اسمه اللي هو
باجينيشن اكزامبلز، اكتبوا كده في السيرش باجينيشن اكزامبلز، هنفتحه. تمام، هنخلي الفيو بتاعنا بس دلوقتي لاندسكيب عشان نعرف نشوف محتوى المشهد ايه. انا بشرح بالانجليزي وبالعربي، فمعلش يا جماعة استحملوني شوية. تمام، بعد كده انا عايز اخفي كل ده، انا مش هحتاج كل الحاجات دي. يعني انا فتحت الكانفاس لقيت فيه حاجات كتير قوي، يعني اشكال ازاي تعمل يعني منيو بس باشكال مختلفة. انا مش عايز كل الاشكال دي، انا عايز شكل واحد بس اللي هو الفيرتيكال موبايل. هقول لكم اسمه بالظبط، يعني احنا هنعمل هيدن لكل الحاجات الظاهرة دي، مثلا زي السلايدر هنعمل لها هيدن. ونعمل الكنترول هيدن، وهنعمل فيو للايه، هنعمل شو لدي اللي هي اسمها ايه، بيج بريفيو، فيرتيكال بريفيو، فيرتيكال. هنعمل لها شو، هي هيدن هنخليها شو. تمام، وهنخفي كلمة كنترول دي برضو، مش عايزينها في المشهد. ونرجع الفيو بورتريه تاني، لان احنا عايزين نعمل برنامج على شكل بورتريه، مش عايزين نعمله يعني لاندسكيب، عايزين نعمله الفيو بتاعه على قد سكرينة الموبايل، بس هي ايه واقفة فيرتيكال مش هوريزونتال. فبنخلي المشهد تاني بورتريه، وبنظبط بقى الكانفاس بتاعنا. يعني احنا لما عملنا شو للبيج بريفيو فهي طالعة برضو مش مظبوطة، احنا هنظبطها على مقاس السكرين بتاعنا، بسيطة بتشد حق يعني هتشوف دلوقتي. كل ده احنا مش عايزينه، فبنشده بره السكرين. وده احنا عايزين بس شكل الكتاب هو اللي يبقى ظاهر، بس شكل الكتاب. فاحنا بنشد ايه كل الزيادات ديت بره الكانفاس بتاعنا. تمام، نشد من تحت كمان شويه. تمام كده، بص بقى لما نيجي ندوس بلاي، شايف يا باشا الجمال؟ عايز تقلب الكتاب اللي فوق بتدوس كده، اللي بعده اللي بعده اللي بعده، ممكن تحط من هنا لحد 100 200 كتاب، وهتلاقي البرنامج في الاخر حجمه لا يتعدى يعني 10 ميجا ان شاء الله. تمام، نحب بقى ايه نضيف مثلا اي كفر للكتاب، يعني نشوف اي كفر من على النت كده لاي كتاب. عايز اديكم فكره يعني شكل المشهد يبقى عامل ازاي. المحتوى ده ان شاء الله مش هتلاقوه في اي حته، لان انا ما بقولش ان انتوا يعني ايه اللي عايز يشتغل عن طريق النت ويجيب فلوس لازم يتعب، لازم يعمل حاجه مش معموله قبل كده، لازم يعمل محتوى قوي. لكن ان انا اطلع اقول
يعني هتجيب فلوس من الهوا والجو دوت، لا لازم تدرس، لازم تتعلم حاجة، هي دي اللي هتجيب لك فلوس. فانا دخلت مثلا على جوجل وجبت اي كفر لاي كتاب، معلش الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية، بس ايه اعتقد ان هو من احسن الفيديوهات اللي انا عملتها. هناخد الصورة دي اللي هي كفر كتاب وهنحطها مكان الصورة اللي عندنا دي، هنفتح هنا نشوف الكونتنت، نشوف البيج، نشوف الايمج، تمام، لقينا الايمج اهي. طبعا الكونتنت بص فيه بيدجات كتير قوي، كل دي ممكن تحولها كتب وممكن تضيف كمان عايز. هي صورة، هي مجرد صورة، هنغير بس شكلها، نحط الصورة الكفر بتاعنا، خلاص بقى كتاب. تيجي تدوس بلاي، عندنا كتاب اسمه فيري نايس مثلا، اللي بعده مش عارف ايه، اللي بعده كذا، اللي بعده كذا، هتغير بس انت ايه الكفرات بتاعت على حسب الكتب اللي انت اللي عندك يعني. ما انت برضو محتاج تجيب كتب صوتية، ودي سهلة اوي تحملها من على اليوتيوب يعني، او روايات موجودة كتير، بتحولها بصيغة الام بي 3 وتجيب الكفر بتاعها. انت مش محتاج غير كده، تجيب الكفر وتجيب الام بي 3 بتاعته بتاعت الكتاب، تمام. هتحط الكفر في المنيو دي، ما شايف اللي عايز الكتاب الفلاني هيدوس بس على مثلا الكتاب ده هجيب. انا هعمل كل جوه كل شايف الصور دي مثلا الكفر ده هديها كومبوننت للزرار، يعني هعمل لها بوتون، هضيف لها بوتون عشان اللي يدوس على الصورة تاخده للمشهد التاني اللي هو ايه اللي فيه الايه التراك بتاع الكتاب او الام بي 3. خلاص يا جماعة احنا وصلنا لنص الفيديو، خلاص تمام، وان شاء الله النص اللي جاي اسهل من اللي فات دوت، ان احنا عملنا المنيو خلاص، فاضل المشهد بتاع الايه اللي هنحط فيه صوت الكتاب. طيب بس الاول اقول لكم ان احنا هنضيف زرار للصورة زي ما بقول لكم كده، كل صورة هنضيف لها ايه بوتون كومبوننت، عشان لما ندوس على الصورة كأننا حولنا الصورة للزرار، لما ندوس على الصورة تاخدنا المشهد اللي بعده، المشهد اللي فيه التراك بتاع الكتاب.
وقفنا على الصورة، وبعد كده ننزل تحت Add Component ونختار Button. اخترنا بوتون خلاص، هو كده الصورة بالزرار. اول ما تدوس عليها هتاخدك للمشهد اللي انت هتكتبه. انا طبعا هعمل سكريبت صغير كده بس في الاخر بشرح فيه ازاي بتحول من مشهد لمشهد، وانا كنت عملته قبل كده بس انا هكتبه بسرعة برضو عشان اللي ما شافش الفيديو اللي قبل كده يعرف يعني يعمل الدرس ده زي ما انا بقول لكم كده، من شرحه من الف للياء، مش محتاجين فيه اي حاجه خارجيه يعني. هعمل مشهد جديد اللي هو المشهد بتاع التراك بتاع الكتاب، وده بحط فيه الويب فيو. ويب فيو يعني موقع ده اللي بحمل عليه التراك بتاع الكتاب والكفر بتاعه، وهي ما الا بس بتعرض اللينك دوت. طيب انا اخلي اول او انا بشيل المشاهد عشان اول مشهد عندنا يبقى المنيو اللي احنا عملناها في الاول، تمام، وتاني مشهد يبقى اللي هو التراك بتاع الكتاب. انا حابب اذكر كلمة فلوس في الفيديو بتاعي عشان الناس تتشجع، يعني الناس عايزة تعمل فلوس طبعا وكل حاجة، بس ساعات بتقول الطريق صعب او الطريق فيه شرح كتير، او بالعكس موضوع بسيط جدا. ما تستعجلش، اهم حاجة ما تستعجلش المكسب، يعني افهم بس الاول الدنيا ماشية ازاي وان شاء الله امر الفلوس سهل يعني. بس انا بذكر الكلمة دي عشان اشجع الناس اكتر، عشان اخلي الناس تهتم بالعلم دوت والمواضيع ديت، يعني ان هي مش مجرد كلام او مش مجرد رغي او مش مجرد ان احنا بنتعب نفسنا على الفاضي، لا انت بالعكس بتعمل حاجة مفيدة بتفيد الناس وبتسليهم وانت كمان بتستفاد، وحاجة جديدة اعتقد ان الكلام ده ما اتقالش كتير قوي او ما اتشرحش كتير بالعربي يعني. طيب دلوقتي انا خليت المشهد التاني اسمه سيمبل، ان انت كده كده هتلاقوه، يعني كلمة سيمبل دي هتلاقوها في اول دي المشهد ده، المشهد اللي في البلجن الاولاني اسمه سيمبل. احنا مش هنغيره، هناخده زي ما هو كده، مش هنعمل مشهد جديد ولا حاجة، يعني اول مشهد خدناه موجود في البلجن الاولاني، وتاني مشهد خدناه من البلجن التاني اللي هو بتاعت الويب فيو اسمه سيمبل، هنحطه برضو في البيلد سيتنج، وهيبقى هو في الويب فيو جاهز، ما الا انت بس هتعلم على الويب فيو وهتحط اللينك بتاعك. اللينك بتاعك ده انا هشرحه هتعمله ازاي. اللينك بتاعك ده هو اللينك اللي فيه الصفحة اللي فيها التراك متحمل، وهقول لك تحمله فين كمان. انا بديك درس كامل ان شاء الله، مش بقول لك حاجة ناقصة يعني. بتكتب اللينك بتاعك في الحته دي. طيب نعمل اللينك ازاي؟ طيب اول حاجه هتروح على موقع اسمه ميكس كلاود، ده اللي هنرفع فيه التراك بتاعنا.
طيب بس الاول برضو قبل ما نروح للميكس كلاود، انا عايز اروح لموقع اسمه جوجل سايت. يعني احنا هنا عندنا موقعين، اول حاجه هنبدا بيها جوجل سايت، وده موقع فري مجاني، اي حد عنده جوجل ايميل بجوجل هيبقى عنده، هيعمل ساين ان في جوجل سايت، وهيروح هيفتح مشروع جديد وهيعمل نيو بيج، بيج جديده فاضيه مفيهاش اي حاجه، تمام. ده اول موقع. ممكن نضيف في البيج ديت الكفر بتاع الايه، بتاع الكتاب مثلا. هنعمل انسرت صورة ونحط صورة الكتاب اللي احنا ايه حاطينه في البرنامج ده مثلا. تمام تمام فين التراك بقى بتاع الكتاب دوت؟ طبعا انا مدي مثال، يعني ده مش حاجه حقيقيه، يعني ده يعني قصدي ده الكتاب ده مش شرط يكون كتاب صوتي فليه تراك، لا انا بدي كانه اي كتاب صوتي انت هتعمله. احنا مش هنحمل التراك على جوجل سايت بقى. ليه؟ انا جربت الموضوع دوت ان انا احطه في جوجل درايف واشغله، يعني ما عجبنيش قوي، لسبب ان لما بطفي الموبايل التراك بيقف، ودي حاجه مش حلوه. يعني انت مش معقول تسمع كتاب كامل والموبايل بتاعك مفتوح، انت محتاج تقفل موبايلك وفي نفس الوقت الصوت يستمر وتسمعه. ف بصراحة دخت في الموضوع دوت، ملقتش أي حاجة نافعة غير موقع اسمه ميكس كلاود، ده الوحيد اللي نفع أرفع عليه طبعا مجانا، ونفع إن أنا بعد كده لما أقفل الموبايل يفضل التراك شغال. يبقى احنا كده دخلنا على جوجل سايت، فتحنا صفحة بيضة ورفعنا صورة الكتاب، بعد كده هنخش على ميكس كلاود هنرفع التراك بتاع الأغنية، نعمل له أبلود. انا عشان عامل ابلود كتير لحاجات قبل كده، فممكن ناخد حاجة جاهزة وخلاص عشان نوفر وقت. بعد ما بتعمل ابلود بيبقى شكلها كده، بيبقى شكل الاغنية كده بالمنظر ده، تمام. بعد كده هتخش على، بعد ما رفعت الأغنية هتخش على الشير، زرار كده، تاني زرار اسمه شير وإمبت اللي هو ده، تاني زرار أيوة الزرار دوت، بعد كده إمبت بلاير، أكتب بس الكلمتين أقول لهم إن ده الزرار ده اسمه شير وانبت، هو ده اللي بناخد منه الكود. هندوس عليه انبت بلاير وهناخد الكود اللي تحت ده، اكتب بس ان احنا بناخد اول حاجة شير انبت، وبعد كده انبت بلاير، وهكذا هناخد كوبي للكود دوت. خدنا الكود وعملنا له كوبي، هنبقى عاملين بيست فين؟
في الموقع بتاع جوجل سايت في الصفحة اللي احنا فتحناها فاضية. عشان يدخل الكود في حاجة اسمها embed هنا في insert، نعمل insert وبعد كده embed وبعد كده embed code، نقوم مدخلين الكود بتاعنا كاتبينه وعاملين ايه insert. تمام، نزلت البلاير ايه بتاعت التراك على الصفحة، نطلعها فوق مثلا ونقوم جايبين الكفر تحتيها ومصغرينها شوية عشان تبقى واخدة شكل سكرينة الموبايل. جوجل سايت حتى بيديك الفيو بتاع الموبايل لما تدوس فوق هنا، بعمل بابلش الاول، عايز تشوف منظر الصفحة بتدوس فوق هنا وبتختار شكل الموبايل وتشوف كده، لقيت شكلها تمام خلاص. محتاجين نكبر شوية الميديا بلاير عشان مقصوصة، هنكبر شوية بس. بعد كده هندوس بابلش، كأنك بتسيف الصفحة. وبعد كده بتعمل فيو بابلش سايت وبتشوف الصفحة اللي انت عملتها. هنا بقى بيظهر اللينك، ده اللينك اللي احنا بناخده من فوق ونحطه في برنامج يونيتي. يبقى هنا ايه اللي بيحصل بعد ما دوسنا بابلش؟ شفنا صفحتنا عامله ازاي، خدنا فوق اللينك اهو كوبي، ده اللينك ده الموقع اللي هيطلع في البرنامج بتاعنا، موجود في التراك وموجود في الكفر، خدناه كوبي وهنحطه ايه بيست في الايه في برنامج يونيتي في مكان الصفحه اللي قلت لكم عليه، مكان اللينك يا ربي اهو صفحة الويب فيو. وقفنا على الويب فيو وحطينا ايه اللينك بتاعنا في اليو ار ال، بس كده خلاص، كده الدرس بتاعنا انتهى. ونجرب يعني، احنا كده خلاص عملنا صفحة المشهد بتاع التراك اللي فيه الايه التراك بتاع الكتاب والكفر، وفي الاول احنا كنا عاملين مشهد المنيو اللي فيه كتب كتير تحت بعضها، يعني اللي هو المنيو بتاعت الكتب. كل كتاب من دول هياخدك لصفحة زي دي، يعني انت مش هتعمل الصفحة دي لكل الكتب، لا كل كتاب هتفتح له مشهد جديد وهتعمل نفس القصة دي عشان يبقى كل كتاب ليه التراك بتاعه. طيب، وهتعمل هنا برضو قبل ما نقفل المشهد ده هتعمل زرار يرجعنا للمنيو، يعني انت عايز خلاص انت كده انت المشهد اكتمل، عايز ترجع للمنيو بقى في اي وقت، فهتعمل زرار باك في يو كانفاس باك بوتون، وهنعمل سكريبت صغير يرجعنا للمنيو، ونفس السكريبت هناخده هنستخدمه في المنيو عشان يدخلنا على الايه، يعني هيبقى سكريبت وظيفته بينقلك بين مشهد لمشهد لما تدوس على الزرار. فاحنا هنا عملنا زرار الباك اللي بيعرف يعني يعمل زرار باك ويعمل سكريبت بتاع ان هو ينقل من مشهد لمشهد. تمام، يبقى كده الدرس بتاعنا اكتمل وخلص، وكده عرفنا نعمل اوديو لايبرري بوك، اوديو بوك لايبرري او كتاب برنامج للكتب المسموع. اللي مش عارف يعمل ازاي زرار ياخده من مشهد لمشهد عشان يبقى لسه دي اول مره ليه، فاحنا اهو بنكريت الزرار وهنعمل سكريبت جديد عشان نفعل الظواهر دي.
عملنا الباك بوتون خلاص وسيفنا، نعمل بقى السكريبت اللي بقول لكم عليه. رحنا للمشهد الاولاني، دوس بلاي، تمام كله شغال تمام. هنظبط بس نعمل السكريبت اللي بياخدنا من مشهد لمشهد. طيب اول السكريبت نفتح سكريبت كرييت مثلا نسميه لود سين، هنحط هنا يونيتي يوزنج يونيتي انجن دوت يو اي، وتحتيها يوزنج يونيتي انجن دوت سين مانجمنت. بعد كده هنمسح الفويد ستارت والفويد ابديت ملهمش لازمه، وهنعمل بابليك فويد، هنسميها لود سين مثلا، وهنفتح قوسين سترينج سين نيم. نفتح قوسين وهنكتب سين مانجر، دوت لود سين، وهنفتح قوسين سين نيم. سين مانجر دوت لود سين، هنفتح قوسين ونكتب جواهم سين نيم. خلاص السكريبت بتاعنا كده خلص، هنسيف ونحطه على اي جيم اوبجكت ونستخدم ونفعل الزراير. خدنا السكريبت اهو حطيناه على الكانفاس، ونقف على الزرار اللي احنا عايزينه. هنعمل كده في كل الكتب، كل صورة هيبقى عليها زرار، وكل زرار هنشد فيه الكانفاس اللي فيه السكريبت. نكتب اسم المشهد اللي احنا عايزين نروح له، هنا المشهد اسمه سيمبل. نجرب، تمام دوسنا عليه على الكتاب، دخلنا للموقع، الموقع هيفتح طبعا زي ما احنا شايفين، بس مش هيشتغل في الايديتور، مش هيشتغل على يونيتي ايديتور، هيشتغل على الموبايل. يعني انت تشوف الشكل على الموبايل لما تيجي تعمل بيلد في الاخر على الموبايل، هتلاقي الشكل اللي احنا عملناه. طب احنا كده المشهد ده كده خلاص نسيفه، ونروح للمشهد التاني في الباك بوتون برضه هنعمل نفس القصة، هنضيف السكريبت على الكانفاس، وهنخش على الزرار نحط جواه كانفاس اللي عليه السكريبت، ونختار السكريبت لود سين، وهنكتب اسم المشهد اللي عايز يرجع له. هما غالبا كلهم هيرجعوا على نفس المنيو، من منيو اللي هي المشهد الايه الاولاني، لازم ياخد نفس الاسم بالظبط كوبي عشان ما يحصلش لخبطه، تحطه بالظبط، دوس بلاي، جرب تيجي تدوس على الزرار هيرجعك للمين مين. كده البرنامج كده اكتمل، مش ناقصه اي حاجه، ما الا عليك بس بعد كده هتغير الكفرات بتاعت الكتب، وهتجيب تراكات جديدة وهترفعها على الميكس كلاود، وهتنشئ صفح جديدة وتاخد اللينكات وتحطها في ايه في مشاهد جديدة في الويب فيو،
يعني نفس الخطوات. انا عملت خطوة يعني انا عملت الخطوات كلها كاملة بتاعت كتاب واحد. عايز تزود عدد الكتب زود براحتك، لان ان انت ما بتحملش على البرنامج التراكات دي، التراكات دي متحملة على الموقع، فالبرنامج مهما حتى تكتر الكتب هيطلع حجمه صغير كده. احنا خلصنا، متنسوش تشتركوا بالقناة وتستنوا كل الشروحات الجاية. يلا ودمتم بدوام العافية، مع السلامة.